ارحب بكم مجددا واسعد الله صباحكم ومساءكم بكل خير في هذا اللقاء المتجدد باذن الله. اليوم عندنا هذا العود نتعب واحنا نتكلم عن الجمال، يعني في كل مكان وين ما تطلع بتلاقي يعني شيء يستوقفك في هذا العود. خلونا نقول مواصفاته. الوجه عندنا من السيدر، عندنا كمان المزيك حاضر في الزخارف حوالين الشماسي زي ما احنا ملاحظين، والقمريات العظم عندنا هون كمان في الشمسية والقمريات السيسم، وكذلك داخل عندنا السيسم والعظم هنا في الزخرفة الجميلة والنقش هذا اللي جاي على زند العود. إطار العود كذلك عندنا أيضا وإطار الزند. نيجي إلى الظاهر طبعا من المزيك ملبس كله، كل قطعة يا جماعة هذه بتيجي تنزل لحالها قطعة 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 لحد ما يكتمل العود بالكامل زي ما احنا ملاحظين، يعني صنع في غاية الروعة والجمال. المفاتيح عندنا من الأبنوس النوع الممتاز درجة الأولى، عندنا الزند عياري في هذا العود، نقدر نتحكم بكل بساطة من هنا بارتفاع وانخفاض الزند. الأوتار عندنا دوزان دودو أوتار كروشنر. خلونا نستمتع في هذا العود في عرضه واختباره اليوم. طيب خلينا نشوفه في
في جو مختلف كمان ومساحة صوتية أخرى. شديد الطرب يعني بياخذك بالغصب هيك انه للطرب. ما شاء الله والله. حابب اقول شيء كمان. شو رايك نقول كمان شيء؟
بالتوفيق للجميع، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.